بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة مندوبة وزارة السياحة، السادة الرؤساء والمدراء، زملائي وأصدقائي الأعزاء، السيدات والسادة الكرام، يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء المنظم من طرف الجمعية الوطنية للصناعة الفندقية بجهة العيون ساقيط الحمراء. هذه الجهة من تراب مملكتنا المغربية والتي تعتز بمغربيتها وانتمائها الوطني للمملكة المغربية. هذا اللقاء السادس الذي يأتي في إطار وفي نفس سياق لقاءات سابقة لكل من مراكش وطنجة أكادير والدار البيضاء والصويرة المؤطرة من طرف الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، والتي يدور محورها حول المواضيع الراهنة التي تهم تسيير مؤسسات الإيواء السياحي. ومشاركتكم في المكثف في هذا اللقاء تدل على الأهمية التي نوليها جميعا للتسويق الرقمي، الذي يشكل فرصة حقيقية تتيح تطوير عمل وحداثة وكذا مميزة لا يمكن تجاهل دورها في رفع رقم المعاملات. وتعد هذه الآليات وسيلة وطريقة للتواصل تهدف إلى لمس أكبر عدد ممكن سواء من الفاعلين في القطاع أو خارجه. إن التحول الرقمي الذي يعرفه العالم في الوقت الراهن يفرض علينا عدة تحولات وتغييرات، سواء في طريقة اشتغالنا أو طرق الحجز بالنسبة للزبناء. إذ أن هذا التحول الرقمي يشكل بالنسبة لمؤسساتنا قاطعة مع طرق تسيير وتسويق تقليدية المتعارف عليها سابقا، بحيث أن الزبناء اليوم أصبحوا يعتمدون في حجوزاتهم على المواقع الإلكترونية التي تتيح لهم مقارنة الأثمنة واختيار الخدمات ومؤسسات الإيواء السياحي التي تلائم حاجياتهم بكل سهولة وأريحة. إن إدماج البعد التسويقي الرقمي يلزم أن يكون مواكبا بتطوير الخدمات منذ استقبال الزبون حتى مغادرته لوحدة الإيواء، لأن هذا الانطباع الذي يستشعره الزبون سواء كان إيجابيا أو سلبيا فإنه يتقاسمه بشكل تلقائي عبر وسائل الاتصال الحديثة، مما يمكنه أن يؤثر على الزبناء المحتملين. أتابعكم فقرات برنامج اللقاء وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم وشكرا.